ممكن تكلمنا عن جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار؟ طبعا هي جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار دلوقتي هي الجيوب الأنفية مينلي بتتعمل بالمنظار، بالذات اولا كبداية من التشخيص تمام، ثم بالعمليات. جراحة الجيوب الأنفية الميزة بتاعتها او اهم حاجة بتاعتها ان هي اولا احنا مفيش جراحة خارجية، يعني مفيش اي تشوهات في الشكل من بره، كله من داخل الأنف. العيان بيبقى خارج من العمليه بيبقى بيتنفس عادي خالص بمناخيره. دلوقتي كان زمان بيتحط حشو في المناخير، لا دلوقتي ما بقاش يتحط حشو، يعني بيبقى خارج من العمليه بيتنفس عادي خالص من مناخيره. الميزه كمان ان هو بيبقى ساتسفايد، يعني بالذات لو واحد مثلا عنده تحليات في الجيوب الانفيه اكستنسيف، وانس ان هو عمل العمليه بالمنظار تمام، اولا ما فيش اي تغير في شكل المناخير من بره. غير كده كمان بيبقى يعني بيتنقل زي ما بتقول نقله حضاريه، يعني ايه نقله حضاريه؟ يعني هو وانس واحد داخل العمليه ما بتدفش خالص، خرج العمليه بتدفش 100%، طبعا مش 100% انا اقول ايه 80% 90%، لكن وانس ان هو بالنسبه له ده نقله حضاريه، يعني بمعنى ان هو اتغير كومبليتلي 100%. غير كده كمان ان هو العمليه دلوقتي بقى فيه طبعا بقى فيه مناظير احسن من الاول، بقى فيه حاجه اسمها جهاز الشيفر. جهاز الشيفر ده برضه اللي هو بنسميه جهاز تفتيت اللحميه. جهاز تفتيت اللحميه ده من الاجهزه الجميله خالص ان هي بتشورتن وقت العمليه، يعني كان الاول ممكن تعمل عمليه في ساعه وساعه ونص وساعتين، لا دلوقتي ممكن الجهاز ده نعملها في نص ساعه. غير كده كمان ان العمليات من المناظير ممكن احنا نقدر نوصل بيها كمان لجراحات الاورام بتاعت المخ، يعني مثلا بنتكلم في اورام الغده النخاميه. كان الترند زمان ان اورام الغده النخاميه لا بتتعمل من فوق بتتعمل ترانس كرينيال او عن طريق ان احنا نفتح من بره، لا دلوقتي النيورو سيرجي والراينولوجي ان احنا بنشتغل كتير مع بعض ان احنا نقدر نعمل العمليه دي باستخدام المناظير الضوئيه، ان احنا نشيلها 100% كومبليتلي. وكمان الترند اكتر مش بتيوتري بس، لا ده الحالات الاقوى زي حالات الكرينيو فرنجيوما اللي حالات المنجيوما، ودي كان الترند بتاع النيورو سيرجي ان هو وانس ان لقيت كرينيو فرنجيوما او وانس ان لقيت منجيوما لا ده انا لازم اعملها ترانس كرينيو لازم افتحها ومره، لا الترند ان احنا ممكن نشيل 100% في بعض الحالات ممكن 90% بس ان العيان يبقى خارج، غير طبعا المشاكل بتاع الترانس كرينيو اللي يفتح الجمجمه، لا هو دلوقتي بيشتغل كله من المناخير يبقى خارج من العمليه كانه مفيش حاجه حصلت. ده طبعا دي ميزه المنظار. شكرا جدا لحضرتك.